مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء يومي يتجدد دائما على شاشة النيل للأخبار وحلقة جديدة من القاهرة تمتد مع حضراتكم كالمعتاد من الآن وحتى قبيل منتصف الليل. لدينا اليوم موضوعان للحوار. موضوع الحوار الأول، لعل حضراتكم تابعتم يوم الثلاثاء الماضي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات في مجال الكهرباء. خلال افتتاح هذه المشروعات قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما تمر به مصر حاليا هو قفزة كبيرة نحو المستقبل. شدد أيضا الرئيس على أنه على الشعب المصري أن يفخر بما تم إنجازه، منوها بأن اليوم هو يوم الأمل. قطعنا فيه شوطا كبيرا في سبيل تحقيق أهم عناصر التنمية الشاملة. أوضح الرئيس خلال افتتاح عدد من مشروعات المنفذة في مجال الكهرباء إن هذه المشروعات في هذا المجال تحديدا تتجاوز قيمة الاستثمارات بها 1 تريليون جنيه وتلبي احتياجات البلاد لمدة تزيد على 15 عاما. خلال هذا اليوم أكد الرئيس أيضا أنه لا يقبل بأنصاف الحلول في مواجهة التحديات، موجها بأن الوطن أن مشكلات الوطن لابد أن يتم تجاوزها بالجدية والإصرار والتحمل. أيضا أكد الرئيس على أنه ليس بالمسكنات يتم التعامل مع المشكلات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا على أن الدولة خلال السنوات الأربع الماضية كانت تعمل وفق خطة عمل غير مسبوقة، لافتا إلى أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها الآن تتم بأعلى المعايير العالمية. حول هذا الموضوع وما تم إنجازه في مجال الكهرباء وما يتم إنجازه من مشروعات كبرى في مختلف المجالات وأيضا في مختلف المحافظات، يسعدنا أن يكون معنا في الوقفة الحوارية الأولى الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية. موضوع الحوار الثاني هو انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك تحية النسر استجابة النسر 2018 الذي تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ودولة الإمارات. يستمر هذا التدريب لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك في هذا التدريب بصفة مراقب المملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وكوريا الجنوبية. يأتي هذا التدريب استمرارا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، وذلك لتعزيز أفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقا لأحدث النظم القتالية. حول هذا الموضوع سوف ينضم إلينا في الوقفة الحوارية الثانية سيادة اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. مشاهدينا الكرام، بدايتنا كالمعتاد مع جولة مع أهم أحداث اليوم، ونبدأ هذه الجولة بعقد رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية بحضور نائبي وزير الإسكان للمتابعة والمرافق. خلال الاجتماع شدد مدبولي على سرعة الانتهاء من حصر 300 قرية على مستوى الجمهورية. سيتم العمل على توصيل خدمات الصرف الصحي لها نظرا لقربها من محطات معالجة صرف صحي قائمة وإمكانية توصيلها بها. كما اجتمع أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مع صبحي باتارجي رئيس مجلس إدارة مجموعة الباتارجي الطبية ومستشفيات السعودي الألماني بحضور وزيرتي الاستثمار والتعاون الدولي والصحة والسكان. أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تدعم الاستثمارات المختلفة في القطاع الطبي بما يسهم في تقديم خدمة مميزة، ومن المقرر أن تنشئ المجموعة السعودية مدينتين طبيتين بالجيزة والإسكندرية، حيث أكدت المجموعة امتلاك مصر إمكانيات كبرى تجعلها مركزا لتقديم الخدمة العلاجية لدول أفريقيا كلها.
مشروع القضاء على قوائم الانتظار. بترعى الدولة مشروع القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة تقديرية بتصل ل 606 مليون و910 آلاف جنيه، ومدة تنفيذ المشروع 6 شهور. للقضاء على قوائم الانتظار تم اتخاذ الإجراءات التالية: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يوم بيوم، وتشكيل لجنة لمتابعة التشغيل، ولجنة للميكنة، ولجنة للتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، ده غير تشكيل لجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفني والتخلص من قوائم الانتظار. مشاهدينا الكرام، وزارة الصحة تبدأ عملية المسح الشامل للكشف عن فيروس سي بعد أن أنهت قوائم الانتظار، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الإمكانيات الضرورية للبرنامج القومي للقضاء على فيروس سي والقضاء على هذا المرض في مصر. تبدأ وزارة الصحة في عملية المسح الشامل للكشف عن فيروس سي في التجمعات السكانية ذات الكثافة العالية، والذي من المستهدف إجراؤه على نحو 45 مليون مواطن وعلاج الحالات المصابة، فضلا عن دراسة إجراء عمليات مسح دورية بالمدارس والجامعات بما يضمن متابعة حالة الطلاب والشباب بشكل منتظم. يأتي ذلك بعد نجاح وزارة الصحة في الانتهاء من قوائم انتظار علاج فيروس سي. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. برحب بحضرتك دكتورة منال. أهلا بحضرتك يا فندم. موقف فيروس سي في مصر والمسح ل 45 مليون مواطن للكشف عن هذا الفيروس، المدة الزمنية اللي ممكن يستلزمها هذا المسح، وعدد الحالات اللي شفيت من المرض وتلقوا العلاج حتى الآن. عدد الحالات اللي تم علاجهم من خلال البرنامج القومي والتأمين الصحي والقطاع الخاص وغيره يصل إلى ما يقرب من 2 مليون شخص. المتوقع في مصر في الوقت الحالي إن في حوالي من 5 ل 6 مليون شخص مصاب بفيروس سي، وبالتالي إحنا مضطرين إن إحنا نبحث عن 3 إلى 4 مليون شخص اللي لا يعلموا إن هم مصابين بفيروس. وبالتالي الخطة أنه حيبدأ عملية المسح في وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، ويتم تجهيز هذه وحدات الرعاية الأولية، ومن قائمة الانتخابات المسجلين في القائمة بتاعة القاعدة العامة للانتخابات هيتم ربطها بقاعدة البيانات بتاعة المسح عشان نستطيع أن احنا نبعث رسائل للأفراد بيعلموا مكان المسح الخاص بيهم. وفي نفس التوقيت وبالتزامن مع هذا، الجمعيات الأهلية هتحرك الناس من القرى والمناطق النائية وهتدعم هذا المشروع دعم كبير جدا. عندنا دعم من صندوق تحيا مصر، عندنا دعم من الأورمان، عندنا دعم من الجمعيات الأهلية كلها، وعندنا تسهيلات من كل القطاعات الحكومية والوزارات والهيئات والشركات، وايضا القطاع الخاص هيكون له دور كبير في هذه المنظومه، لانه بعض الناس بتذهب لعمل تحاليل في القطاع الخاص او بتذهب لعمل تحاليل في المعامل الخاصه بالجهات الحكوميه الاخرى والمعامل المركزيه والمعامل الجامعيه وغيره. فكل هذه المنظومه بيتم ربطها بشبكات بحيث ان نستطيع تسجيل كل شخص هيتم عمل المسح عليه. فاحنا في فتره التحضير في الفترة القادمة، وإن شاء الله إحنا هنبدأ قريبا جدا، الكواشف هتبقى موجودة
قريبا جدا، وحنبدأ ان شاء الله في المسح التدريجي. طب دكتورة منال، سؤال، هل التحليل اللي بيتم للمواطنين خلال هذا المسح مجاني؟ التحليل يا فندم هيبقى مجاني، وباقي التحاليل والعلاج هيبقى مجاني. المريض اللي هيثبت ان هو مصاب بالفيروس او عنده اجسام مضاده في الدم بالمسح بيتم تحويله الى المركز اللي هيتم علاجه فيه. الاول بنعمل اختبار تاكيدي، لانه ثلث هؤلاء الحالات غير مصاب بالمرض، تعرض للمرض من قبل ولكن غير مصاب به في الوقت الحالي، فلا يحتاج للعلاج، وبالتالي لازم هذا التحليل التاكيدي. ثم ده بعد كده بيبتدي منظومه العلاج. العلاج حضرتك مجانا تماما، اما على نفقه الدوله، او المريض اللي عنده تامين صحي هياخد علاجه من خلال التامين الصحي. فعندنا منافذ لصرف العلاج من التامين الصحي، وعندنا منافذ لصرف العلاج على نفقه الدوله من مراكز اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه. التحليل والعلاج مجاني تماما. طب دكتورة منال، بعد إذن حضرتك، هو العلاج مجاني والتحليل مجاني، لكن إيه الضمانات اللي تضمن عدم إصابة الشخص اللي تلقى العلاج بالفيروس من جديد أو إصابة آخرين؟ يعني بالزبط. علاج أسباب المرض نفسه يا فندم. بالضبط كده يا فندم، هو بالتوازي مع حاجة، بالتوازي مع هذه المنظومة، وفي مبادرة سيادة الرئيس برضو مع المقابلة مع سيادة الرئيس، تقرر انه بالتوازي هيبقى فيه برنامج وقائي قوي جدا، وبالذات في بنوك الدم المصريه، وهيتعمل منظومه قويه جدا مع حمل توعيه قويه جدا لمعرفه طرق الاصابه بالعدوى. وانا هقول لحضرتك انه مهم جدا انه احنا نعمل توعيه شامله، ودور الاعلام هنا هيبقى في منتهى الاهميه، لانه الشخص المصاب يستطيع ان يحمي نفسه من الاصابه مره اخرى. نعم. احنا هنعالج الاسباب اللي موجوده في القطاع الصحي، لكن المريض نفسه مفروض، او الشخص اللي تمت اصابته من قبل، مفروض يبقى عارف قواعد بسيطه جدا تكفل له انه لا يصاب مره اخرى بهذا المرض. وهنعتمد اعتماد شبه كلي او جزئي على هؤلاء اللي هيذهبوا لهذه المراكز، ان هم ايضا هيبقوا رقباء على العمليه الكشف انها تتم بشكل صحيح. هيتم الاعلان على تفاصيل عملية الكشف، تفاصيل عملية التسجيل، وإزاي هيتسجل، إزاي هيخش في المكان، إيه الحاجات التفاصيل اللي هتتعمله. نعم. عشان هو أيضا هيبقى رقيب وعارف حقه جيدا. نعم. أشكرك دكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، على هذه المداخلة. وزارة الصحة أيضا تواصل جهودها للقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات العاجلة. على جانب آخر، تواصل وزارة الصحة تنفيذ إجراءات القضاء على قوائم الانتظار في الجراحات العاجلة وبعض الأمراض المزمنة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي على أن يتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، بما في ذلك تجهيز المستشفيات التي ستتولى عملية العلاج. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد أنه تم علاج 3000 مريض من إجمالي 12000 مريض على قوائم الانتظار الخاصة بالجراحات الحرجة، وأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج 9000 حالة متبقية، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه يتم حاليا مراجعة إجراءات التعاقد بين المستشفيات ووزارة الصحة في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار خلال 6 أشهر. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد الأنصاري، مدير مشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة. برحب بحضرتك دكتور أحمد. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور أحمد، المزيد من التفاصيل عن جهود وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار. هو بالإضافة اللي حضرتك ذكرتيه، هو ده فعلا الاتجاهات اللي احنا بنتحرك فيها دلوقتي. بداية من أمس ابتدينا في الربط الإلكتروني ما بين مركز التحكم او غرفه العمليات الخاصه بالمشروع وما بين المستشفيات مقدمه الخدمه، علشان يبقى في ربط مباشر ما بين قاعده بيانات المشروع وغرفه العمليات وما بين منافذ تقديم الخدمه او المستشفيات المشاركه في المشروع. المواطن هيبقى موجود او المريض هيبقى موجود بياناته في المستشفى، الاجراءات اللي هتتاخد للمواطن هيبقى شايفينها زي لحظيا، والمريض بعد ما يتعمل له جراحه هنبقى عارفين، نقدر نتابع عمليه الجراحات اللي موجوده في المستشفيات المختلفه بطريقه سريعه وبطريقه دقيقه. هيبقى في حصر دقيق في كل مستشفى فيها كم
مريض في قوائم الانتظار يمكن، وهنا بقى يبقى توجيه المرضى للمستشفيات المختلفة هتبقى بطريقة أسهل وبطريقة أدق، مش هيبقى فيه تحميل مستشفى على مستشفى، لا بالعكس المريض هيروح عشان يتلقى العلاج في أسرع وقت. طبعا احنا طب اسمح لي دكتور احمد استفسار ربما يتساءل البعض، لماذا اصلا جاءت قوائم الانتظار اذا كانت المستشفيات لديها القدره على اجراء هذه الجراحات؟ عدد كبير من المرضى وبيستلزم عدد من الاسره والامكانيات ربما لم تكن متاحه، وبالتالي بيتم التاجيل لحين وجود مكان للمريض في المستشفيات. إزاي هتتعاملوا مع هذه القضية مع استمرار عدد المستشفيات وعدد الأسرة وحالات المرضى في ازدياد؟ طيب خلينا نبقى واقعيين كده، احنا المشكلة دي حصلت بسبب تعدد بعض الأسباب، زي كان في نقص في المستلزمات الطبية المطلوبة لهذه الجراحات، كان في ضعف في تمويل هذه الإجراءات الطبية، لان دي كلها جراحات متخصصه وجراحات ذات تكلفه عاليه جدا. تم عمل تسعير عادل للخدمات الطبيه المطلوبه في التسع جراحات اللي هي محل المشروع او في نطاق تنفيذ المشروع، بالاضافه ان تم اعاده توزيع المرضى على اماكن تقديم الخدمه، لان كان في تكدس في بعض الاماكن وكان في عدم استخدام للموارد المتاحه في بعض الموارد المستشفيات الاخرى. ده جزء. الجزء الثالث واللي ده الاهم، ان بقى في مشاركه من جهات اخرى زي القوات المسلحه، مستشفيات المتخصصه زي مستشفى وادي النيل، وزاره الداخليه ومستشفيات وزاره الداخليه، المستشفيات الجامعيه التخصصيه اللي هي اللي كانت دايما او هي مستشفيات مدفوعه الاجر، الخدمه فيها مدفوعه الاجر، كل ده دخل في هذه العمليه، زاد من الطاقه الاستيعابيه للمشروع ككل. فبدل ما كان مثلا نطاق تنفيذ المشروع 100 مستشفى، لا عدد المستشفيات بيزيد يوم بيوم. مراكز طبيه متخصصه بتخش اكثر، النهارده المركز الطبي العالمي تم توجيه 20 مريض فيه. المستشفيات تباعا بتخش في المشروع، في بعض المستشفيات الخاصه قدت استعدادها للدخول في المشروع طبقا للمعايير اللي وضعها وزاره الصحه. كل ده بيزود الموضوع المنافس تقديم الخدمه، فبالتالي بدل ما كان المرضى بيتوزعوا على مستشفيات اقل او منافس تقديم خدمه اقل، بتتوزع على مستوى اكبر وعلى عدد اكبر وعلى قدره تشغيليه اعلى. كل ده هيساعد بسرعه في القضاء على هذه القوائم. ولن يسمح بعمل قوائم انتظار بعد كده يا فندم، يعني بعد القضاء على قوائم الانتظار المنظومه هتبقى مستمره. هو طبعا من الطبيعي ان احنا دلوقتي الفتره اللي فاتت اللي حصل فيها هذه الازمه، يعني ان شاء الله مش هنسمح بيها. مبادره سياده الرئيس واضحه جدا، توجيهات معالي الوزيره وفريق العمل اللي موجود، احنا عارفين ان احنا خلال الست شهور دول مطلوب مننا ان احنا نتخلص من الازمه السابقه. اللي جاي ان شاء الله حتى بدايه بعد اطلاق المشروع، اي مريض تاني هيتم احتياج تقديم الجراحه ليه او التدخل الطبي المطلوب طبقا للتسع جراحات محل المشروع، هيتعمل في توقيتات، يعني ان شاء الله نامل ان احنا نوصل للتوقيتات العالميه. هي يعني كده كده الجراحات دي ليست جراحات طارئه، يعني مش مفضله للحياه، ولكن هي هامه لاستمرار حياه المواطنين. بمعنى انها مش يعني جراحات القلب مش محتاجينها فوريا، يعني مش فوريه مش الطوارئ، ولكن هي جراحات هامه ما ينفعش المريض يعيش فترات طويله من غير ما يعملها. ومقبول في بلاد العالم كلها ان في فترات انتظار المقبول، يعني ما بين اسابيع ويعني اقل من شهر في بعض الجراحات، في بعض الجراحات ممكن تنتظر اكثر من كده، لكن احنا مش هنخرج بره المعايير العالميه ان شاء الله، وربنا يقدر على كده. بالتوفيق دكتور احمد الانصاري مدير مشروع قوائم الانتظار بوزاره الصحه، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذه المعلومات الوفيه. قال وزير المالية محمد معيط إنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية. أضاف معيط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان نتائج موازنة 2017-2018 أن اللجنة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصادا على مستوى العالم من حيث التنافسية، وتدعيم جهود البنك المركزي لنشر مبادرة الشمول المالي في المجتمع المصري.
وقعت الأمانة العامة للجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم خطة عمل مشتركة للفترة من 2018 وحتى 2020 بشأن الأوضاع الإنسانية في المنطقة. أكد راشد خاليكوف نائب الأمين العام للمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط في حوار خاص للنيل مع الزميل منذر أبو دوح على أهمية التعاون مع الجامعة العربية في الفترة القادمة لإزالة العقبات أمام المساعدات الإنسانية في الدول العربية وأهمية التواصل مع القيادات السياسية العربية من خلال الجامعة العربية لرفع تلك العقبات وزيادة المساعدات الإنسانية للمتضررين. نتابع مع حضراتكم هذا اللقاء مع الزميل منذر أبو دوح. تحياتي إليكم أعزائي المشاهدين، ونحن في لقاء خاص مع السيد رشيد خاليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن المساعدات في الشرق الأوسط، وفي توقيع اتفاقية مع الجامعة العربية بشأن توصيل المساعدات لعدد من الدول العربية. بنرحب بك يا فندم على شاشة نيل الأخبار. Thank you very much. I would like to say that our cooperation with the League of Arab Nations. أؤكد أن التعاون مع الجامعات العربية مهم جدا بالنسبة لنا كأمم متحدة، ليس فقط لأن بعض البلدان العربية لديها أزمات إنسانية، ولكننا أيضا نقدم مساعدات فنية ونعمل على بناء القدرات داخل البلدان العربية. Technical assistance and we also building the capacity of the League of Arab States. هل من الممكن أن بعد إمضاء هذه الاتفاقيات أن تكون هذه الاتفاقات مزيد من المساعدات وتقديم مزيد المساعدات لهذه الدول العربية سواء العراق أو فلسطين أو ليبيا؟ I hope so. أتمنى لأننا وقعنا اتفاق، وأعتقد أن إحضار الثلاثة البلدان يعرضوا أزماتهم الإنسانية التي يعيشوها مثل العراق وليبيا وفلسطين المحتلة يمكن أن يأتي بالمزيد من العون والمساعدة لهؤلاء البلدان. مع زيادة الوضع الإنساني تأزما في فلسطين وخاصة مع تعنت الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وما تابعناه في غزة في الفترة الماضية، كيف ستكون تقديم المساعدات للفلسطينيين؟ I am not talking about political situation but أنا لا أتحدث عن الأمور السياسية، ولكننا بصدد تقديم مساعدات مالية للمتضررين في الأراضي الفلسطينية، وذلك من شأنه تحسين الأوضاع المعيشية لهم. For Palestinian territories working on that one and I hope that it will happen. هل ستكون إمضاء الاتفاقية مع الجامعة العربية سيكون له تأثير في زيادة المساعدات في العراق وليبيا وخاصة الوضع الليبي متأزم بسبب الصراعات؟ الخطة الموضوعة بعد توقيع الاتفاق مع الجامعة العربية وما تحتوي عليه من تفاصيل من شأنها أن تتعامل مع الإدارة المثلى للموارد، ونتمنى أن ينتج عن تنفيذ هذه الخطة نتائج ملموسة. Thank you, Mr. Thank you. Thank you. كما تابعنا أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص وتأكيد السيد رشيد على أهمية العلاقة مع الجامعة العربية من خلال هذه الاتفاقيات والتي من الممكن أن تساعد في زيادة المساعدات الإنسانية في عدد من الدول العربية خاصة العراق وليبيا وفلسطين، وكذلك ستكون لها أثر في تذليل العقبات أمام نشر المساعدات. مشاهدينا، مساء غد سكان كوكب الأرض على موعد مع خسوف كلي نادر للجرم الأقرب إلى الأرض وهو القمر يستمر لمدة طويلة لن تتكرر لعقود مقبلة. يكتسب فيها القمر ذو اللون الفضي لونا دمويا، وستكون أكثر المناطق مشاهدة لهذه الظاهرة الفلكية هي مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأستراليا وشرق أوروبا، في حين ستشهد بقية مناطق الكرة الأرضية الظاهرة ولكن بصورة أقل. السبب وراء هذا الخسوف الطويل هو مرور القمر عبر مركز ظل الأرض، وسيكون بذلك على خط واحد خلف الكرة الأرضية والشمس، فيما يعزو العلماء اصطباغ الجار الفضائي الأقرب إلى اللون بلون دموي لتوسط الأرض بينه وبين الشمس فيقع عليه ظلها، مصطحبا معه الوهج الشمسي وهو برتقالي مائل إلى الحمرة عادة فيحمر أديمه ويبدو لمن يعينه غريبا وبلون يثير فضول وشهية عشاق الفلك وهواته لمتابعته وتصويره. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. بعد الفاصل نلتقي بالوقفة الحوارية الأولى، ابقوا معنا.